والناس تقعد تتكلم ده عندنا مشاكل. فكنت بتكلم امبارح مع دكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين. طيب خلاص طالما معانا دكتور سيد خليفة يبقى يقول الكلام على سيادة النقيب. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ ايه بقى حكاية البطيخ، طمني، شائعة ولا حقيقة؟ بص حضرتك، احنا في بداية كل موسم على مدى السنوات الماضية بنلاقي تطلع اشاعة ان البطيخ فيه متبقيات من المبيدات الى اخره. انا طلعت بيان امبارح في نقيب زراعيين، وباكد النهارده لحضرتك وباكد قدام الجمهور، وزاره الزراعه طلعت بيان النهارده من خلال المعمل المتبقيات المبيدات، جميع انواع البطيخ المصري صالحه، لا يوجد فيها اي متبقيات للمبيدات. ودي اشاعات بينفذوها دايما الاجندات الاجنبيه والناس اللي هي طول الوقت تبث اشاعات كاذبه، لان احنا بدا موسم التصدير للحاصلات الزراعيه. النهارده اول يوم واحنا في 2/5، اول شحنه عنب تطلع من منطقه المطعنه في الاقصر اتجهت الى اوروبا، والبطيخ بيتصدر بقى له اسبوع، وبالتالي الناس طول الوقت تطلع اشاعات مغرضه، وانما احنا بناكد وزاره الزراعه بتاكد كل حاصلاتنا الزراعيه امنه تماما. احنا حريصين على المواطن المصري زي ما احنا حريصين على التصدير، بل بالعكس يهمنا المواطن اهالينا قبل ما يهمنا المواطن الاجنبي اللي احنا بنصدره. فالبطيخ امن تماما، لا توجد اي مشكله في البطيخ، كل التحاليل اللي تم اجراءها داخل معمل متبقيات المبيدات في وزاره الزراعه اثبتت كلها انه لا يوجد اي نوع من متبقيات المبيدات، البطيخ امن تماما. بلاش نسمع طول الوقت الاشاعات اللي هي بتاثر على الاقتصاد المصري وبتاثر على التصدير. وعايز اقول لحضرتك كل فتره كده تلاقي واحد يطلع يقول لك الله ده بيروي بميه الطرف، ده كل الكلام ده بيعمل لنا مشاكل في التصدير. ارجو ان احنا الاشاعات دي الناس تتوقف عنها، لا نلتفت الى مثل هذه الشائعات، لان احنا حريصين على المواطنين المصريين زي ما احنا حريصين على التصدير. حضرتك بتقول لي ان مفيش حاجه اسمها بطيخ مسرطن اطلاقا اطلاقا. يعني الناس حتى الناس اللي بتتكلم بيقول لك ده بيحقنوه بهرمونات. معقوله يعني اي حد عنده خلفيه عن الزراعه لا يمكن تقدر تدخل سرنجه او الى اخره؟ كل الكلام ده على طول جزء من النبات بيموت يعني. وبالتالي هذا الكلام عاري تماما من الصحه، اشاعات مغرضه. باكد تاني لحضرتك ان البطيخ وجميع حاصلاتنا الزراعيه اللي موجوده في السوق المصري امنه تماما، واللي بنصدرها امنه تماما لانها خاضعه كلها لمعايير عالميه. اي حاجه بتقول ان احنا بنراعي معايير السلامه للمنتج المصري. تمام، وزي ما بقول لحضرتك وباكد انا يهمني المواطن المصري طبعا، يهمني اهلي، صحه المواطن، اللي بياكل البطيخ، صحه المواطن، ما اللي بياكل البطيخ ده اخويا وحضرتك وابني. نعم. وابنك، وبالتالي احنا حريصين على ده قبل ما نكون حريصين على التصدير للحاصلات الزراعيه. لا اصلهم قعدوا يجيب لك بطيخه مش عارف يقول لك شفت دي مسرطنه او دي كويسه، وتعرف المسرطنه من الثانيه من الكويسه ازاي؟ اهو قعد. وفي ناس بعض عملوا نفسهم خبراء. لا يا فندم، الكلام ده مش مظبوط، وعشان كده حتى حضرتك لو رجعت للسنوات السابقه بتلاقي في بدايه كل موسم كده يقول لك ده البطيخ. ارجع حضرتك كده لثلاث سنوات او اربع سنوات ماضيه تلاقي في بدايه الموسم يعمل مشكله، ويعملها في العنب، ويعملها في الرمان، ويعملها في البرتقال، ويعملها في البصل، ويعملها في كل الحاصلات. انما شعبنا واعي، اهالينا واعيين تماما ان دي كلها اشاعات مغرضه، انما المشكله ان دي بتعمل لنا مشكله في التصدير، بتعمل لنا مشكله خارجيه لما تطلع وسائل الاعلام. يعني حد قاصد من هذا، من هذه الشائعات انه اثر على الصادرات بتاعتك وان الدول ترفض الصادرات. بالظبط. وعايز كمان يعني اذكر حضرتك واذكر نفسي ان سياده الرئيس في احد الدول اللي كانت منعت التصدير فتره اتكلم معاهم، قالوا له ده الميديا بتاعتكم والاعلام بتاعكم هو اللي بيقول، مش احنا اللي فللاسف الشديد يعني مش عايزين نمشي وراء اشاعات، لا، كل حاصلاتنا الزراعيه سليمه، احنا حريصين لان اللي بياكلها هو ابني وابنك واخويا واخوك. احنا عشان كده النهارده حريصين نوضح ده على لسان حضرتك، وقبل حضرتك كان التموين نرد على اي شائعات من خلال المسؤول عنها، يعني مسؤول اللي يقدر يوضح. يا فندم بقول لحضرتك المعمل الوحيد في مصر المعتمد دوليا هو معمل المتبقيات المبيدات في وزاره الزراعه. كل العينات اللي تم اخذها من سوق العبور ومن جميع الاسواق في مصر اثبتت انه لا توجد اي اثر لمتبقيات المبيدات على البطيخ. سياده النقيب، في سؤال مهم، لانه زودنا مساحات الرز 100,000 فدان، الري طلع بيان امبارح او على يمكن لسان وزير الري، هل زودنا مساحه زراعه الرز فعلا؟ لا، مساحه الرز محدده هي 750,000 فدان، ودي مناطقها محدده والترع اللي هيزرع عليها محدده، مفيش اي زياده في مساحه الرز،
وعايز اقول لحضرتك امال الكلام اللي وزير الري ايه؟ ده في تصريحات منسوبه لوزير الري انه تم زياده 100,000 فدان جداد. يا فندم يا فندم، المساحه المعتمده والمحدده من قبل وزاره الري، لان النهارده كل المساحات اللي الرز بتزرع، في الاول كنا بنزرع جنب من الترعه والجنب الثاني لا، دلوقتي بناخد الترعه كلها عشان ما يبقاش فيه اي مخالفات، زمام الترعه كلها، وبالتالي المساحات المحدده هي 750,000 فدان. وعايز اقول لحضرتك قضيه لا سياده النقيب انا اسف معلش، حضرتك بتقول لي ال 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 القرار الصحيح او الرقم الصحيح، وجايز يكون وزير الري مش مفيش حاجه زياده يعني؟ لا لا لا، لا زيادات، لا زيادات في مساحه الرز، لان احنا لو سمحنا بالكلام ده، النهارده كان في مؤتمر في الكويت على الميه في الوطن العربي، طبعا الميه في الوطن العربي، ومعالي احمد بيه ابو الغيث الامين العام للجامعه قال تصريح مهم جدا، ان مساله الميه هي مساله امن قومي، مساله حياه، وبالتالي لابد يكون عندنا سياسات احنا كل الدول العربيه بما فيها مصر لضبط عمليه ترشيد الميه. بحييك وبشكرك سياده النقيب دكتور سيد خليفه نقيب الزراعيين.